السلام عليكم. دلوقتي نعمل محاكاة ان في ماية نازلة وفي مركب مثلا موجود، فهنعمل بلان بالشكل دوت وهنعمل بلان تاني بالشكل دوت وهنحط هنا شوية مياه كتير كأن في سحابة مثلا. السحابة ديت اهي، ممكن نخليها نعملها سكيل، هتنزل على المسطح دوت وتمشي لحد ما تملى المنطقة دي كلها. ودلوقتي بقى هنرسم مركب. الشكل دوت، وبعد كده مثلا نصغره شوية ونختار الماتيريال بتاعته ان هي خشب، وهنقول له خليها هنا. وهنبدأ نشوف بقى الماية لما تنزل. طبعا تقدر تشوف المعاملات. طيب الماية قليلة شالت بس المركب شوية، خلينا نقول ان في ماية تانية، بس خلينا الأول نوقف نعمل مية كتيرة كده ونخليها بالشكل دوت. الخشب ممكن نغير الوزن بتاعه شوية، مش كتير، على أساس إن هو إيه يطفو على المية شوية بالشكل دوت. خلي فيه برضو شوية مية من الناحية دي ينزلوا. الموجة العالية رفعت المركب بالشكل دوت. طبعا لو موجة عالية ممكن تقلب المركب، تمام؟ يعني لو احنا جينا كده وحطينا موجة كبيرة قوي وخليناها بالشكل دوت، الحمد لله المركب مغرقش.